وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قيل إنه للحظات الأولى لوقوع الزلزال في المغرب. وفي وقت سابق قال المعهد الوطني المغربي لرصد الزلازل إن زلزالا بقوة 7 درجات هز مدينة مراكش المغربية في منتصف ليل الجمعة السبت. وأضاف المعهد أن مركز هذه الهزة الأرضية قرية إيجيل بمنطقة الحوز قرب مدينة مراكش. هذا وشعر سكان مراكش والرباط والدار البيضاء والصويرة بالزلزال الذي أثار حالة من الذعر. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مراكش مراسل الشرق أنس عياش. أنس أهلا بك معنا، وبداية كيف هي آخر المستجدات، آخر حصيلة الضحايا، حالة الذعر بين المواطنين، هل هدأت الأمور أم لا تزال كما هي؟ نعم سالي، ما زال الذعر سيد الموقف هنا في مدينة مراكش وفي نواحيها. ما زالت الأهالي، ما زال السكان يجلسون وسط ساحة بهذا الحي. نحن نوجد بحي الملاح وسط المدينة العتيقة بمدينة مراكش، هذا من أعرق الأحياء بالمدينة، بالتالي توجد به الكثير من البنايات القديمة، وهي بنايات متهالكة كانت إلى وقت قريب آيلة للسقوط. كانت الحكومة قد أطلقت خطة لتأهيلها وترميمها قبل سنوات، لكنها اليوم كانت من الأحياء الأكثر تضررا من هذا الزلزال الذي ضرب مراكش والعديد من المدن القريبة من مراكش كورزازات وتارودانت، حيث قضى المئات الحصيلة حتى الآن، وهي حصيلة مؤقتة أعلنتها وزارة الداخلية، تشير إلى مقتل 300 شخص تقريبا، 296 شخصا تحديدا بحسب بيان وزارة الداخلية، فضلا عن أكثر من 150 مصابا تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج. في بؤرة الزلزال ما زالت فرق الإنقاذ بحسب آخر الأنباء التي وردتنا، ما زالت تواجه انهيارات شديدة في المسالك والطرق التي تؤدي إلى القرى التي توجد في بؤرة الزلزال، وبالتالي يعقد هذا الأمر مهمة فرق الإنقاذ. هنا سالي كما تشاهدين ردم، ويعني لهذا البيت المتهالك هنا الذي تصدع وقضى فيه طفل وامرأة، كما قال شهود عيان، كما قال سكان الحي. هذه امرأة مكلومة تقول تبكي ولدها الذي تقول إنها فقدته
في هذا الزلزال. طفل عمره عامان فقدته هذه المرأة كما تشاهدين سالي وهي تبكي. وهنا حطام البيت، وهنا يتجمع أيضا السكان وهم يشكون غشا في ترميم هذه المنازل التي تعد. بعض المواطنين الذين يحملون بعض متاعهم، ربما الأغطية، ربما يعني بعض الأشياء والحاجيات، ويهربون من هذا المكان الذي يعني أصبح متهالك. إلى أين يذهبون؟ هل تم تحضير مناطق ومراكز لإيواء المتضررين، أم هنالك جهود فردية مجتمعية؟ إذا وضعتنا في الصورة، المتضررين أين يذهبون وكيف يستطيعون أن يباشروا حياتهم؟ نعم سالي، حتى الآن كما وجدناهم السكان يتحلقون في الساحة الرئيسية وسط الحي، هي ساحة مكشوفة، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، هذا هو كل ما في الأمر حتى الساعة. توجد بعض المساعدات الفردية من بعض السكان المحليين الذين يساعدون المنكوبين. السلطات تقول إنها جندت كل يعني فرقها الأمنية والوقاية المدنية لإنقاذ السكان ويعني نقل المصابين إلى المستشفيات. المستشفيات الآن تعاني ضغطا كبيرا بسبب يعني وصول العشرات كل ساعة من المصابين، من بينهم من فارقوا الحياة، بالتالي حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع بشكل كبير. أنس، ماذا عن الهزات؟ الآن السكان ما زالوا. ماذا عن الهزات الارتدادية؟ تحدثت عن أن هذا الحي الذي تتواجد فيه الآن هو حي في الأساس قديم ومتهالك، وكان هنالك إنذارات للسكان بإخلاء ربما بعض المنازل. الآن وسط توقعات لحدوث ارتدادات لهذه الهزة الأرضية، هل سيتم إخلاء هذه المنازل المتهالكة، أم ما هي الخطة الرسمية تجاه هؤلاء؟ نعم سالي، هو مبدئيا السكان من تلقاء أنفسهم أخلوا الحي. نعم. أخلوا منازلهم، يوجدون في يعني غالبيتهم توجد في الساحة كما ذكرت، بعضهم يحاول الدخول إلى المنزل لكنه ما زال يخشى الهزات الارتدادية. وإن كانت السلطات والمختصين من خبراء الجيوفيزياء أكدوا أن الهزات الارتدادية ستكون خفيفة، ينتظر أن تكون خفيفة بحيث قد لا يشعر بها السكان. لكن هنا الحالة في هذا الحي، هو حي قديم، هو من الأحياء المصنفة تراثا إنسانيا لدى اليونسكو كما ذكرت، كان قد تم ترميمه ضمن خطة للحكومة المغربية لتأهيل الأحياء العتيقة، لكن السكان ما زالوا يخشون غشا يقول إنه كان في عملية التأهيل. زارت عمدة المدينة وهي وزيرة الإسكان أيضا بحسب ما ذكر لنا السكان الحي قبل نحو ساعة من الآن، ووعدت بإعادة تأهيل المباني الآهلة للسقوط وترميمها وتعويض أيضا السكان المتضررين. سأتحدث لو سمحت سالي إلى أحد سكان الحي. سيدي الكريم، كيف عشتم الساعات الأولى أو اللحظات الأولى لهذا الزلزال؟ بارك الله فيك. على أين في حقيقة كان حالة مأساوية جدا، كان اهتزازات، واحد النوع من ما كناش متوقعين هذاك الشيء، دخلوا الرعب والخوف في الناس، اضطروا عباد الله يخرجوا للخارج سميتو خوفا باش يطيح عليهم سقوف. على فكره بغيت نطرح شي مسائل الله يجزيك بخير اذا كان ممكن. عندي جوج ديال الملاحظات. الملاحظه الاولى هي الغياب ديال هاد الجمعيات. اشنو هو الدور ديال الجمعيات عندنا في المجتمع؟ الا ما نفعوناش في هذا الوقت هادي وما عطاوناش ساندونا، يجيبوا لنا الماء، يجيبوا لنا الغطاء، يجيبوا لنا المسائل اللي كتخصنا، هذا الدور ديال الجمعيات. المساله الثانيه اللي غنركز عليها هي هاد المنطقه هادي كان صلحت لواحد الترميم،
وترمينا كانت خلصت عليه واحد الماده واحد يعني واحد ميزان هائل ميزانيه ضخمه باش تصايب هذا الملا هذا الحياده. ولكن بنعرفوا هذه الميزانيه فين مشات. الا كان هذا هو الترميم هذا شيء يدل على ان الناس اللي خدموا هذه الخدمه هذه يعني جبناء ماشي مواطنين ما عندهمش ذره ديال الايمان حيت تنزعوا علينا ضحكوا علينا وضحكوا على المجتمع. هذا الشيء ماشي معقول. أرجو الله سبحانه وتعالى كنطلبوا من سيدنا يعطي الأولوية لهذا الشيء وياخذ لنا حقنا من هذوك الناس اللي ضيعونا وراه دائما احنا. سيدي الكريم لو سمحت الآن أنتم سكان هذا الحي إلى أين تذهبون؟ حاليا الأغلبية ديال الناس مشردين، الأغلبية ديال الناس مهددين ما عندهمش سكن. وقبل من هذا وذاك ديجا كانوا الديور أهلي للسقوط. دابا الوضع زاد يعني تضخم اكثر وزاد يعني وضح شي امور كانت مخفيه. طيب الا كنا مواطنين احرار ندافعوا على وطننا ونشوفوا فلوسنا مين كتمشي. وحنا كنطلبوا الله سبحانه وسيدنا الله ينصرو تيجي كيوقف على هذه المسائل هذه بيديه ولكن تيخذلونا وتيخذلوه. طيب بخصوص تدخل السلطات وفرق الانقاذ كيف كانت بعد حادث الزلزال؟ ما نكروش الناس ديال الانقاذ جاوب واحد يعني طريقه مكثفه وبلغوا واحد الجهد كبير في اغاثه المواطنين. هذا الشيء ما نكروش. خدمات السلطات المحليه بما فيها الوقايه المدنيه بما فيها يعني الشرطه الناس خدموا جبدوا الناس من تحت الانقاذ ولكن باقيين شي ناس يعني باقي الناس شي حاجه اللي ما واضحاش مزيان. يعني تطالبون بتكثيف البحث الان؟ اكيد باقي البحث مستمر لحد الساعه ونطلبوا الله سبحانه وتعالى اللي يخفف علينا الالم ويخفف علينا المرض ويخفف علينا النوبه. شكرا جزيلا. اذا سالي هذه هي الصوره هنا في حي الملاح العتيق وسط المدينه العتيقه بمدينه مراكش. وهذا الوضع ربما قد يكون أفضل مما هو عليه في نعم قرى أنس هامشية نعم خارج يبدو تبدو المدينة. حالة الذعر ويعني الجزع على الوجوه بطبيعة الحال. سنتابع مع كل هذه التفاصيل ونتمنى السلامة للجميع بالطبع. أنس عياش مراسل الشرق من مراكش حدثتنا، شكرا جزيلا لك.